السلام عليكم اخي عبد الرحمن، اختي كوثر، مبروك عليكم اللقب وتستاهلوا تبارك الله. والله فرحنا لكم بزاف، وبحال اللي دينا احنا، والله الا بحال اللي دينا احنا. هنيئا ومبروك عليكم، والحمد لله داك الثمر كلها ما دازش خاويه، والله يكمل عليكم بالخير، والله يجعلها فرحه دائما ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنقول الكوثر عبد الرحمن الف 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 مبروك، لا قبل لا العروسه، تستاهلوا، خدمتوا عليه تستاهلوا. وكنقول لكم بالاخرين حتى هما حياه زوجيه سعيده، وان شاء الله بافراح والمسرات القدام، وكنتمنوا لكم الذريه الصالحه. يلا باي 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 باي. باي. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الفيديو درناه انا ونبيل باش نباركوا لعبد الرحمن واختي كوثر. كنقولوا الله يجعل كل شيء مبارك مسعود بفوز ديالكم باللقب ديال العروسه 2018. ما يبقاش فيك الحال ايوب كيف ما حنا، بقى فينا الحال، ما بقاش فينا الحال من بعد، غادي تولف. هذا هو قانون المسابقه. وكنا حنا عارفين ملي دخلنا المسابقه لاله العروسه، كنا عارفين ان واحد اللي غادي يديها كتابه لطنجه. الله يسهل عليهم، كنتمنىهم حياه موفقه وبالرفاه والبنين. وكوثر جيبي العوي ولات بالرفاه والبنين لجميع المتسابقين، لا من طنجه ولا من تاونات ولا من كارا ولا من المانيا ولا من نسيت شي واحد ولا من مراكش نيت. يكفي ان العروسه خلاتنا نتعرفوا عليكم، على ثقافات، على مدن جداد، وربحنا خوت وخواتات والميمات وصافي. شنو نقول؟ السلام عليكم. باي باي, باي, باي.